يا من وسع وتذكر أن الأعمال بالنيات، وسنذكر أعمال شتى ستراها في رمضانيات، ستراها في رمضانيات رمضانيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وبعد، سؤال نطرحه علينا جميعا: ما هو الهدف والغاية من الصيام؟ هل الهدف والغاية من الصيام أن نجوع وأن نعطش؟ كلا والله، بل الهدف والغاية أن يربينا الله جل جلاله على التقوى. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تكونوا من المتقين. وعرف التابعي الجليل طلق ابن حبيب التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، النور الرباني الكتاب والسنة، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين، فبالتقوى نفوز بالجنان بفضل ربنا تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. يا من وسعى وتذكر أن الأعمال بالنيات، وسنذكر أعمال شتى ستراها في رمضانيات، ستراها في رمضانيات رمضانيات.